قال مراسل التلفزيون العربي إن صفارات الإنذار ضوت في تل أبيب الكبرى إثر إطلاق صواريخ من لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه وسط إسرائيل، فيما أكد مراسل التلفزيون العربي رصد صواريخ اعتراضية في سماء تل أبيب. وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بإصابة عدد من الأشخاص أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى. من جانبه أعلن حزب الله استهداف شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، محققا إصابة مباشرة.